راح نحل هلا نمبر 19. اوكي لانا exercise 19 page 57. بيقول 5.5 جرام of برونز and alloy of copper and tin. الالوي هو mixture of two metals of two or many metals. Alloy هو عبارة عن mixture of two or many metals. أنا عندي الأم equal 5.5 لمين هو؟ للCU والتن هو SM. ماشي الحال؟ شو أي اللي في 23% by mass of SN والبقايا شو بيطلع عندي أنا؟ قد ايه البرسنتج للسي يو؟ مش كله 100 ماينس 23 مظبوط ولا لا يا لانا؟ بيطلع قد ايه؟ بيطلع قد ايه 77%. هذا 20 مش 19. ها؟ هذا 20 يلا بأسرش نحل 20 بعدين 19. 20 ماشي؟ وبعدين نحل 19. راح نحلهم اثنين يعني. ماشي عيني؟ are dipped in HCl. فإذا هيدا عندي HCl. هيدا شو هو هيدا؟ H plus زائد Cl minus مضبوط ولا لا؟ حطينا هو وين حطيني هون يا لانا؟ ب solution. write the balanced equation. هون لنعرف البالانسد equation لازم نطلع على الكتاب الثاني كتاب ونطلع الإي لكل وحدة. ماشي الحال الـ E of Cu 2 plus Cu equal عندي إياها وطلع الـ E لمين؟ للـ Sn 2 plus Sn وأنا معي الـ E of H plus H2 قد إيه عندي إياها يا لانا إنها على طول قد إيه؟ زيرو مظبوطش إنها هيك على طول؟ أوكي Cu2 plus Cu بالكتاب الثاني اخر صفحه بيطلع عندي هي Cu2 plus Cu 0.34 فولت. Sn2 plus Sn عندي هي minus 0.14 فولت. شو بعمل هلا؟ شو بعمل؟ بدي اشوف كل وحده بدي احطهم على الاكس الكتروكيميكال اكسس مظبوط ولا لا؟ هيدي هي الالكتروكيميكال شو؟ اكسس هي هاي 0.34 لمين يا لانا؟ للسي يو 2 بلس سي يو وهيدي H plus مرحبا H2 اهلا H2 وعندي استاذ هو خصهم بالاف تي ولا بس اكسترا؟ لا هو معاهم بالكتاب SN2 plus SN من الكتاب نمبر 19 و20 بنحل 20 هلا برجع بنحل 19 نفسهم هن نفس الشيء اكسرسايز 16 17 18 وهيدا 19 و20 كمان هم يعني بفيدوكم بالامتحان اكيد. طيب عاد شو بعمل هلا؟ شو بعمل؟ underline the initial introduced substances. شو عندي؟ Cu وعندي H plus وشو عندي كمان؟ Sn صح؟ شو بقول هون؟ شو بنقول؟ بنقول E increases oxidizing power شو increases. طيب عظيم شو بنعمل هلا؟ انا عندي شو في هون؟ Cu و Sn
مع مين؟ مع H plus. Cu plus H plus no reaction جاي أنتي جاما، مظبوط ولا لا؟ هيدي نو ريأكشن لأنتي جاما. نيجي بعد منها، شو عندي؟ عندي H plus و SN. H plus SN شو هيدي؟ according to شو هاي؟ جاما. فإذا في reaction according to جاما rule. صباح الخير استاذ. اهلا. شو صارت الايكويشن عندي اياها؟ شو صارت الايكويشن؟ H plus plus SN gives what؟ SN 2 plus plus شو؟ H2. SN plus H plus هون عندي 2H، هيدي 2H، هاي البالانسد ايكويشن. هيدا بارت A، هيدا هو بارت A هون من هون. صباح الخير. اهلا. هلا بارت B بيقول لي what is the volume of H2 evolved with the molar volume 24. بده الفوليوم اوف H2. لنطلع الفوليوم اوف H2 شو بعمل هلا؟ شو بعمل؟ بدي اعمل SR نان من نان. شو عندي given؟ معطيني برسنتج للاس ان ومعطيني ان توتال، طلع الماس اوف اس ان، مزبوط ولا لا؟ من هون ها شو بقول؟ انا عندي برسنتج اس ان ايكوال ام اس ان تايمز 100 اوفر ام توتال، مزبوط ولا لا؟ ها هاي شو صار عندي؟ بقول ساعتها ده برسنتج اس ان عندي اياها 23 is equal m times 100 over ده الام توتال 5.5، صار m equal 23 times 5.5 over 100. طلعها نضربها ونطلعها على الكالكوليتر، equal 23 times 5.5 divide 100 equal 1.265 جرام. لنطلع هون شو لازم نطلع ال n لإلها. n equal m over m، ال m equal 1.265، الكابيتال m انا بعطيكم اياها موجوده بالكتاب اخر صفحه about 119، هي 118.7 اعتبرها 119. قد ايه طلع النمبر اوف مول؟ 0.01 مول. هلا نيجي للبارت بي. هيا هلا هون شو طالب مني بالبارت بي؟ بده الفوليوم لمين؟ للاس ان، للاتش 2. بنقول ان اس ان اوفر 1 ايكوال ان اتش 2 اوفر 1، ام بلس ذات ان اتش 2 از ايكوال ان اوف اس ان از ايكوال قد ايه؟ 0.01 مول. طب شو بيساوي الفي اوف اتش 2 غاز؟ مش ان تايمز في ام؟ معي ولا لا؟ 0.01 معطيني في ام 24 لتر. ايه هو هيك هيك اعمال بتجي البريباريشن والديلوشن ما تدرسوهم لانه هي اف تي. سامعين؟ بارت سي وات از ذا كونسنتريشن اوف اس ان؟ طالب مني بارت سي، بارت سي بده الكونسنتريشن اوف SN2 plus equal شو؟ N of SN2 plus over V. معطيني ال V equal 200 milliliter
يعني equal 0.2 لتر صح؟ نعم نطلعها. أنا عندي 2H plus plus SN gives what? SN 2 plus plus H2 كل منين؟ بالأسعار من الأسعار أسعار N of SN over 1 equal N of SN 2 plus over 1. شو صار بيساوي S SN 2 plus الآن لإلى equal N of SN 0.01 مول. شو بيساوي الكونسنتريشن يا جماعة؟ SN2 plus ما بيساوي N of SN2 plus over V equal 0.01 over 0.2 0.05 مول لتر minus 1. مين عنده أي سؤال يا جماعة؟ حدا عنده سؤال؟ شو؟ ما حدا عنده سؤال؟ أوكي بيجي هلا للنمبر 19 exercise. بس استاذ اذا فيك ترجع شوي بس لنصور الاكسرسايز ما صرت عامل لهم ديليت. انتوا عم تحضرون فيديو ها بتصورهم اوكي طيب. عندنا نمبر 19 بيج 57. انا بنصحك لك بنصحك لك انت حله وانت عم تحضر فيديو. احضر فيديو حط الكتاب قدامك والدفتر وحله تبع معي. هيدي احلى طريقه. سمعت حبيبي؟ أحلى طريقة ماشي. أحلى طريقة. فإذا الامتحان بكرة مثل هو ما في شيء جديد يعني preparation dilution ما تدرسوهم فهمنا؟ طيب نجي هلأ للنمبر 19 a diluted solution of sulfuric acid. بس يقول لي سلفوريك أسيد أنا بعطيك الفورمولا هو H2SO4. شو الكابل الموجود فيها هون؟ H plus H2. قلنا هاي شو بدنا نعمل؟ بدنا شو؟ نحفظها ولا لا؟ زيرو فولت. قايلنا is added to a 15 ملي of copper and iron mixture. ها هون شو عندي انا؟ هون عندي Cu وشو عندي؟ Fe. شو حطينا عليها؟ H plus صح ولا لا؟ write the balanced equation. لنعمل balanced equation شو لازم نعمل؟ لازم نطلع ال E لكل واحدة. ال E of شو؟ Cu2 plus Cu equal 0.34. هيدي given أنا بعطيك إياها. ال E of Fe2 plus Fe is equal قد إيه؟ minus طلعها عندكم بالكتاب. Fe2 plus Fe بتطلع يا شباب ويا صبية minus 0.44 minus minus 0.44 فولت. شو بيعمل هلا؟ شو بنعمل يا جماعة؟ نعمل اكس. هيدا اكس. هيا هيا هاي 0.34 لمين هاي؟ Cu2 plus Cu وهاي H plus H2 وهاي مين؟ Fe 2 plus Fe. شو الخطوة الثانية نعملها؟ شو بنقول هون؟ underline. ايوه E increases. شو صار عندي؟ oxidizing. شو؟ power. power increases. increases. او بنعمل هون شو؟ ال E decreases reducing. power شو؟ increases.
شو نعمل؟ شو نعمل تاني خطوة يا رانا؟ شو قلتي؟ نعمل underline the initial species. شو الunderline؟ أول شيء سي يو مع اتش بلس، سي يو مع اتش بلس شو هاي؟ أنتي جاما. أيوة أنتي جاما. No reaction. تاني شيء شو عندي يا جماعة؟ أنا عندي بعدين اتش بلس بلس اف اي شو هاي؟ جاما في reaction. فإذا منجاوب على السؤال هذا بارت A، منجاوب على السؤال ليكو بتقول the equation is شو H plus plus Fe gives what Fe 2 plus plus H2 عندي 2H هيدي 2H هون قلنا right إذا قلنا justify your answer بدك تشرح ساعتها بتقول سي يو 2 بلس بلس اف اي نو رياكشن شو سينس ات از اكوردنج نو جاما انتي جاما مفهوم ولا لا؟ شو فهمنا اذا قلنا جاستيفاي او اكسبلين او ديتيرمن فهمنا؟ جاوبوني فهمنا ولا لا؟ شو؟ لا مش عم تجاوبوا فيك ترجع بعيدها يا استاذ الجاستيفيكيشن اذا قايل لك جاستيفاي أو determine أو explain بتقول أنت CU has no reaction with H plus since E CU 2 plus CU شو greater than E H plus H2 صح ولا لا؟ أنتي جاما هلا في رياكشن ليه؟ هون في رياكشن سينس اي اتش بلس اتش 2 جريتر ذان اي مين اف اي 2 بلس اف اي ماشي الحال ده قلنا اكسبلين بس انا قايل لي شو رايت ذا ايكويشن دغري بنكتبها ما بنكتب اكسبلين فهمنا حبيبي؟ شكرا بعد منا بارت بي شو بيقول لي بالبارت بي يا حبيبي هذا البارت بي بالبارت بي بيقول قايل ذا فوليوم اوف اتش 2 ايفولفد از 4.48 قايل لي الفي اوف اتش 2 ايكوال 4.48 لتر معطيني الفي ام 24 VM 24 لتر شو بطلع هلا N of H2 equal V of H2 over VM 4.48 over 24 approximately 0.2 مول تقريبا ماشي الحال طيب قلنا calculate the mass of each metal. طيب من هون شو بتطلع هلا؟ شو بتطلع؟ بتطلع number of mole of Fe. من number of mole of Fe بتطلع mass of Fe. لاحظ شو بقول؟ 2H plus plus Fe gives what? Fe 2 plus plus H2. SR N of Fe over 1 equal N of H2 over 1 implies that N of Fe is equal N of H2 is equal 0.2 mol. طيب شو بيساوي الماس of Fe? N times M is equal N 0.2 times 56. أنا بكون معطيك given M of Fe equal 56 جرام مول minus 1 is equal at the تقريبا 1.12 جرام طيب أنا معي given
معي given total mass, total mass MFE. هون بيطلع 12 sorry 11.2 جرام. ام ام اف ام توتال ام توتال ايكوال 15 جرام ايكوال شو؟ ام اوف اف اي بلس ام اوف شو؟ سي يو. مظبوط. شو بيساوي الام اوف سي يو يا جماعه؟ ايكوال ام توتال ماينس ام اف اي از ايكوال ام توتال 15 ماينس 11.2 ايكوال 3.8 جرام. هي استاذ بس شو عم نطلع التوتال ماس؟ هو معطيك اياها التوتال ماس حبيبي فوق. قايل لك اقرا السؤال. A dilute solution of sulfuric acid is added to 15 جرام of copper and iron. ونحن بدنا نطلع ال هذا الماس تبعون المثل. قايل لك what is the mass of each metal. اوكي ماشي الحال. هون بس قصدي اساسين بس. هون التو اكسرسايزز اللي بدنا نحلهم. مين عنده اي سؤال يسالني؟ في شغله بدي اقول لكم اياها، في شغله بدي اقول لكم اياها هلا بالنسبه للامتحان. بتدرسوا منيح ومش صعب ابدا ابدا ابدا. يلا اللي عنده اي سؤال يسالني. عنا اللي حاضرين 11 حسين زبيب آدم فضل استاذ ايه حبيبي من هو اللي حط زوم من حاطط زوم زوم يوزر انا حسين حجاج ايه حسين حبيبي آدم غريب فضل هادي سأسو ليلى غضبون ميرا نادر سارة اوكي مين عنده اي سؤال؟ مين عنده اي سؤال؟ سألوني يلا انا حاضر. حد عنده سؤال؟ حد عنده شيء؟ يلا اسألوني اللي عنده شيء يسأل سؤال. لا يا أستاذ فاهمين. أوكي أوكي طيب أنا لأنه فيش عندي كهرباء وبطارية اللابتوب جاي تخلص شوي فبقلكم موفقين إن شاء الله. هالي كده بدنا نحبون هلا بدنا نحلون هلا راح أبعث لكم إياهم شو على الفيديو على الملفات التعليمية. ماشي الحال؟ ماشي الحال. يلا يعطيكم العافية استاذ. ايه حبيبي يلي بكم راح يجي بتعد لي اياه بس يجي الجمعه الجاي؟ لا 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 ما في. اللي بيغيب هي افتي اللي بيغيب الاستي بس نعمله بكلا يعني كيف بصير العلامة على الاستي فيش اعاده الافتي. اوكي فهمت يا هادي؟ اوكي اوكي طيب يعطيكم العافيه.